لك يا عم مكلم كده ليه؟ هتبقى حلو، هتبقى حلو والله العظيم صدقني. اسمع مني انا، شغل لنا يا عم اي حاجه كده تصحينا بدل ما احنا نايمين منك كده. يلا يا بابا شد شوية بسرعة، عاوزين نخلص بقى، نخلص من العالم دي. الله. أيوة يا باشا. الله، أنت نسيتنا ولا إيه؟ أيوة يا باشا، وصلنا الحمد لله. نعم؟ ساعة الزمن ونكون عندك. أوكيشن؟ سلام. دول ايه دول بقى؟ هو انت فاكره بس ان احنا اللي عايزين نشتغل؟ طب تفتكري هنشتغل؟ بنت انت مش قلتي لي ان انت كلمتي استاذ لؤي امبارح وقال لك ان احنا تمام؟ ايوه بس كان عايز ينزل يقابلني. طب وما نزلتيش قابلتي لي؟ كان زماننا شغالين دلوقتي. ما بحبش انزل قبل حد لوحدي ما اعرفوش. يا مروه كنت كلمتيني كنت نزلت معاكي. ما اعرفش بقى، كنت خايفه حنان. خوف ايه وهبل ايه؟ قولي يا رب بس، وهو ان شاء الله هيعدي العمله دي. ان شاء الله. مروه عبد العزيز. انا. اتفضلي. اتفضلي. شكرا. أنا بعتذر لك عن اللي حصل امبارح، والله كان غصب عني. لا 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 لا، مفيش مشكلة. المفروض إن أنتِ معانا أنتِ وصاحبتك، بس أنا كان في حاجة مهمة جدا كان لازم أقول لك عليها من أول مرة شفتك فيها، عشان تفهمي طبيعة الشغل عندنا قبل ما ناخد القرار النهائي. حضرتك أي حاجة تقول عليها أنا موافقة عليها على طول. الشركة هنا ملهاش مواعيد يا مروة، وساعات كتير بيبقى مقابلاتنا كلها بتكون بره الشغل. وساعات بنسافر بالأيام، ده لو في معارض يعني. وساعات العملاء بتوعنا بيتطلب يعني ان انت تفضلي معاهم لفترات او لايام. احنا مش شركه صغيره، ومعاملاتنا وطريقه شغلنا مختلفه عن اي مكان تاني. وانا موافقه حضرتك. وصاحبتك؟ اكيد طبعا موافقه. طيب في عقد هتمضيه في الشؤون القانونيه، العقد ده انا عايزك تقريه كويس قوي، ولو تحبي تاخدي منه نسخه وتقريه على رواقه مفيش مشكله. حاضر. حاجه تانيه معلش اخيره بعد اذنك، اللوك اللي هو المظهر يعني. ناس كتيرة قوي جت هنا ما كانتش بتعرف تلبس، ولما جت بقوا يعني مش قادر اقول لك عاملين ازاي. يلا اتفضلي. متشكرة يا صاحبتي. متشكرة عن اذنك.
مش وقته دلوقتي يا ست سيدة. امال انت وقته؟ ده انا شبشيب عدل. يا هين يا خويا ما ينفعش الكلام دلوقتي. انت مين انت كمان؟ اوعى اوعى من قدامي. هستناك على القهوة يا استاذ جمال. ماشي. أحمد جمال كنت عايزاك لو سمحت ثانية واحدة. تحت أمرك.